رجعنا مع حضراتكم، وطبعا الدكتور محمد سراج، اخر سنتين لازم كلنا نكون فخورين بما انجز للنادي الاهلي. كلمه الكابتن محمود الخطيب بتدل على دلاله كبيره جدا جدا ان احنا فعلا الفتره الاخيره، ويمكن زي ما انت بتقول اجيال بتسلم اجيال، مجالس اداره بتسلم مجالس اداره، لكن ما تحقق خلال السنتين ونص اللي فاتوا يعني شيء يدعو للفخر بصراحه. الحمد لله يعني، وانا بلمسه يعني من الناس اللي في النادي والاعضاء النادي، ويعني دايما بيبقوا شايفين في طفره كبيره اتعملت في وقت قصير. صحيح. وهم يعني احنا ما يعني ابدا يعني ما فيش اي تقاعس او تكاسل ناحيه خدمه اعضاء النادي الاهلي وجماهيره. وفعلا يعني زي ما كابتن محمود بيقول اتعمل انجازات كبيره في خلال فتره قصيره، يعني كله بيشتغل، محدش بيريح، محدش، هو كابتن محمود اولنا رغم يعني الام اللي بتتناوبه في اوقات كتير. الراجل بينزل وبيشتغل حاجه بنفسه وبيلف وبيروح ومسخر كل وقته للنادي الاهلي. ف يعني يا رب ان شاء الله ده يبقى يعني بالخير علينا باذن الله، ونسعد جماهير الاهلي ونسعد اعضاء النادي الاهلي، ده هدفنا الاول والاخير يعني.